أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الأخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الأخبارية. الإصلاح نت، قيادة الإصلاح تثمن مواقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا الداعمة لليمن وجهود تحقيق السلام. المصدر أونلاين، مجلس الأمن يعقد الثلاثاء المقبل جلسة مشاورات لمناقشة الوضع في اليمن ولحث الدول على المشاركة الواسعة في مؤتمر المانحين. مسيرة النهب مستمرة، ميليشيا الحوثي في إب تستحوذ على أرضية تابعة لبيت الصباحي تزيد قيمتها عن 5 مليار ريال. تلاعب وبيع في مخصصات الغاز المنزلي تتسبب بأزمة واسعة في عدن. إب وفاة شاب بعد أيام من تعرضه لعمليات دهس بسيارة قيادي حوثي. الصحوة نت، الريال الإلكتروني وأسيلة حوثية لتدمير ما تبقى من اقتصاد البلاد. استشهاد امرأة برصاص قناص حوثي غربية عز. ميليشيا الحوثي تنهب مخصصات اللقاحات بعد منعها في مناطق سيطرتها. العاصمة أونلاين، وسط تصاعد حدة الأزمات ميليشيا الحوثي تواصل استغلال معاناة سكان العاصمة. سهيل نت، الاستخبارات الأمريكية، إيران تنشر الفوضى في اليمن من خلال دعمها لميليشيا الحوثي. مسؤول إيطالي، المواجهات لأسيما حول مأرب تؤكد عدم استعداد الحوثي للتوصل لحل سياسي. الحكومة، المنظمات الدولية أحد أسباب الانهيار الاقتصادي في المحافظات المحررة. الحرف 28، الجيش خسائر بشرية ومادية جديدة في صفوف الحوثيين بمأرب. يمن مونيتور، خبراء يحذرون من صفقة الأمم المتحدة مع الحوثيين بشان صافر. تقرير حكومي، نزوح نحو 2000 أسرة في اليمن خلال فبراير الماضي. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط، استنفار أمني في صنعاء بعد ظهور شعارات تطالب برحيل الحوثيين. عكاظ، عبر جروبات ومشاريع وهمية الحوثي يتسول المغتربين. البيان، التحالف ينفذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في حجة ومأرب. الخليج، التحالف يواصل استهداف ميليشيات الحوثي في حجة ومأرب. العرب، سلاح التجويع الحوثي ضد اليمنيين يرتد عليه، انتفاضة شعبية تلوح في أفق الأزمات الحوثية المفتعلة. من عناوين الصحف إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطالع مقالا نشره موقع سهيل نت تحت عنوان المرأة اليمنية استعصاء على الملشنة والتدين. الكاتب في مقاله أكد أن المرأة اليمنية لم تقاسي طوال العصور الماضية ما تقاسيه اليوم على يد ميليشيا الحوثي، ومع ذلك لا تزال المرأة عصية على الانكسار والتدين والتعايش المقيت مع سرطان الملشنة والفوضى واللا دولة والخراب. في يومها العالمي تجد الفتاة اليمنية نفسها في طاحنة الحرب واليتم والتجهيل، ومع كل ذلك لا تزال المرأة المكافحة تنقش في عقل ابنتها خارطة الطريق إلى الغد المشرق، وتزرع في روعها أن لا يأس بل إصرار على صناعة أقدارنا الجميلة مهما تمادت الرحلة وتوحش أرباب الإجرام. وتؤكد معطيات الواقع وشواهد التاريخ أن المرأة اليمنية لم تقاسي طوال العصور الماضية ما تقاسيها اليوم على يد ميليشيا الحوثية التي جعلتها هدفا للقتل والتهجير والاختطاف والتعذيب والابتزاز والتجويع والحرمان من العائل والحق في الدواء والاستقرار والأمن والخدمات، وزجت بأطفالهن في جحيم الحرب الإجرامية. ومع ذلك لا تزال المرأة عصية على الانكسار والتدين والتعايش المقيت مع سرطان الملشنة والفوضى واللا دولة والخراب. فإلى المرأة اليمنية في يومها العالمي، أنت المفردة التي لا جمع لها في قواميس اللغة ومعاجم النضال. منك تتعلم الأجيال أن الحياة أنثى والتضحية أنثى والحرية أنثى والكرامة أنثى، وأنه لا خوف على الوطن حين يكون مسوراً بنياط قلوبكن المشعة نبلاً وجرأة وسناء.
موقع يمن مونيتور نشر مقالا للكاتب أحمد ناصر حيدان تحت عنوان عدن وقادة من طراز عفن. الكاتب في مقاله تطرق إلى ما تعانيه مدينة عدن وأبنائها من قوات الانتقالي، مؤكدا أنهم يتعرضون يوميا لأسوأ أشكال الإساءة والانتهاكات الصارخة لحقهم في الحياة بكرامة وحرية. يقال إن أول مدينة عرفت الحضارة والتمدن في الجزيرة العربية هي عدن، نشأت منذ آلاف السنين وذاع صيتها في كتب التاريخ منذ 5000 عام. كان موقعها الجغرافي الهام محط أنظار الطامعين للسيطرة عليها والاستفادة من مزاياها، وهذا ما عرضها لغزو عدد من الدول والممالك الاستعمارية. منذ أن أشيع أنها تحررت تعرضت لغزو العصبية والتخلف والجهل المحيط بها، وبين غزو المستعمر الذي استفاد من مزاياها واستثمر موقعها الجغرافي وغزو المحيط الذي دمر تلك المزايا، تعيش عدن اليوم أسوأ حالاتها في مراحل التاريخ المختلفة وعادوها لما قبل الحضارة والتمدن. القائمين عليها اليوم ليسوا في مستواها كمدينة حضرية، كما يقال جوهرة بيد فحام. ما حدث لسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة الممثلة العالمية أنجلينا جولي من انتهاك صارخ لخصوصيتها من قبل القائمين على مطار عدن مسيء لعدن وتاريخها وحضارتها، نحتاج لسنوات حتى نتجاوز هذه الإساءة. وأبناء هذه المدينة يتعرضون يوميا لأسوأ أشكال الإساءة والانتهاكات الصارخة لحقهم في الحياة بكرامة واحترام في عهد قادة من طراز عفن تصحو في عدن على مداهمات عسكر الحي أو الشارع الذي تسكنه، وتتعرض للتهديد ببندقية عسكري لمجرد خروجك من باب العمارة لأداء صلاة الفجر. عليك أن تعود مخدعك وتنتظر مصيرك في معركة لا تعرف أسبابها ودواعيها، وتكتشف بعد أن تتضح الحقيقة أنك في مدينة لا يحكمها كبير ولا منظومة منضبطة ولا نظام وقانون. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. همدان علي في منشور على صفحته بالفيسبوك أكد أن لا وجه للمقارنة بين الأزمات التي تفرضها ميليشيات الحوثي على المواطنين القابعين تحت سيطرتها وبين الأزمات التي قد تحصل في مناطق الشرعية لهذه الأسباب. يحاول الحوثاء تهدئة الشارع من خلال القول بأن مناطق الحكومة اليمنية أيضا تعاني من أزمات وكثير من المبررات الكاذبة. صحيح بين الوقت والآخر يحدث أن ينعدم الوقود أو تتأخر المرتبات، وهي نتيجة طبيعية للوضع بشكل عام، فالبلد تعيش حرب، لكن يمر وقت بسيط ويتم حل هذه المشكلات. صحيح أن الحكومة لحد الآن عاجزة عن تحصيل الضرائب بشكل كامل والتي من خلالها يتم توفير كثير من الخدمات للمواطنين، لكن تعالوا نشوف عصابة الحوثية. ضاعفت رسوم الضرائب والجمارك والزكاة ومختلف الجبايات، وتتحصل من ورائها ومن وراء تجارة النفط مليارات الدولارات بشهادة تقارير دولية. مع ذلك ترفض تسليم المرتبات وتمنع دخول المشتقات النفطية من المنافذ البرية بشكل ممنهج منذ سنوات لتبيع ما لديها في السوق السوداء أو تحقق أهدافا سياسية وعسكرية وطائفية أخرى. فرقوا بين العملية الممنهجة والعجز المؤقت. في مناطق الحكومة ينعدم الوقود لأيام لأسباب مالية أو أمنية ثم يعود بعد فترة وجيزة، كما أن الدولة تسلم مرتبات في المناطق المحررة بشكل دائم، وبالتالي المقارنة غير مناسبة. بالإمكان نناقش أي قضايا أخرى، لكن لا أحد ينكر بأن هناك فرق بين الإجرام الممنهج وبين العجز المؤقت. لا أحد ينكر بأن الحكومة اليمنية تسلم المرتبات وعصابة الحوثي تسرقها بالرغم من تحصلها على مليارات الدولارات بشهادات دولية. أما منشور الصحفي حسين الصادر في الفيسبوك فقد اعتبر المجتمعات المحلية في محافظة مأرب هي الأكثر تضررا من الحرب في اليمن. المجتمعات المحلية في محافظة مأرب هي الأكثر تضرر من الصراع، ويرجع ذلك أن محافظة مأرب هي الجبهة المشتعلة طيلة سنوات الحرب السبع، ونتيجة ضرابة الصراع تمثلت الأضرار في الخسائر البشرية المهولة والنزوح المتكرر وضغط الصراع باتجاه الانقسامات المحلية، حيث عطل الصراع الحياة الطبيعية المحلية في معظم مديريات المحافظة باستثناء المديريات المركزية والتي استوعبت معظم نازحي الصراع. المنظمات والبرامج الإغاثية لها جهود مشكورة، لكن عليها أن تدرك حجم المشكلة في مأرب، ومن المؤكد أن لهذا الصراع امتدادات مستقبلية سيؤثر على الجيل الحالي وأجيال قادمة. منشور الصحفي علي الفقيه في الفيسبوك أكد أن لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة هذا المشروع السلالي.
تثبت الأيام أنه لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة هذا المشروع السلالي اللعين، وإلا فسيأتي لصوص المسيرة الإجرامية على كل ما يملكون، لن يستثنون أحدا. فبعد مصادرة المرتبات والمتاجرة بالوقود والغذاء، ها هم أولى يسلبون الناس في المناطق التي آثرت السلم ممتلكاتهم وكرامتهم ولقمة العيش من أفواه أطفالهم. أن تدفع ثمنا من أجل الحرية والكرامة مهما بدا لك فادحا فإنه أهون مما سيطالك من إذلال بسبب إيثار سلامة، وما ستخسره في المواجهة أقل بقليل مما ستخسره وأنت تقاوم هذه العصابة القذرة. منشور غالب السميعي في الفيسبوك سلط الضوء على ردود الفعل الحوثية بعد انتشار حملة الكتابة على الجدران ارحل يا حوثي في العاصمة صنعاء في تويتر. ارحل يا حوثي عبارة كتبت على بعض الجدران في صنعاء، عملت لميليشيات الحوثي رعبا شديدا وشكلت لهم قلقا كبيرا، فاستنفروا قواتهم وانتشروا هنا وهناك في شوارع صنعاء بحثا عن الفاعلين ممن يتهمونهم من المعارضين لحكمهم الميليشاوي، بل هبوا لمسح العبارات الناقدة لهم. كل هذا القلق وكل هذا الاستنفار يؤكد أن لصوص الحكم من الانقلابيين الحوثيين تجرحهم وتقلقهم عبارة كتبت ضدهم فمحوها من الجدران خوفا من تنامي الثورة الناقمة ضدهم، لكن لن يستطيعوا أبدا مهما كانت سطوتهم محو تلك العبارات والقناعات من عقول وقلوب اليمنيين ممن يكره الميليشيات الحوثية. في تويتر محمد جماح في تغريدة له أكد أن الناس في صنعاء يعرفون أن الحوثي هو من يقف خلف أزمة المشتقات النفطية وليس أمريكا ولا إسرائيل ولا دول التحالف. لا تحمل الشرعية والتحالف ولا أمريكا وإسرائيل ولا الجن والعفاريت مسؤولية أزمة المحروقات. الناس في صنعاء لم تعد تصدق حكاية أمريكا التي تتآمر على مرتبات الموظفين ولا قصة الأمم المتحدة التي تعرقل صرفها. عيب، أنتم لا تتعاملون مع شعب معاق بل مع جيل مل من شعاراتكم وأكاذيبكم. أما تغريدة السفير عبد الوهاب طواف فقد اعتبر المآسي التي سببها الحوثيون لليمن واليمنيين أكثر بكثير من تلك المآسي التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا. أتابع تفاصيل الحرب الروسية الأوكرانية، وبرغم بشاعة نتائجها وكارثية إفرازاتها وكلفتها الباهظة، إلا أن مآسيها لا تكاد تذكر بجانب بشاعة وكارثية وإجرام وخطورة حروب إيران وأذيولها من العرب في اليمن وفي عدة دول عربية أخرى. حروبهم فيها من العنصرية والانحطاط والدموية ما لا يتخيله عقل بشر. تغريدة الصحفي نبيل صلاح في تويتر أشادت بدور حزب الإصلاح في الاهتمام بالمرأة اليمنية. صورة مشرقة ومتقدمة يبعثها حزب الإصلاح بحضور بارز لقيادته الشابة والمرأة في طليعتهم ضمن المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع المكونات السياسية اليمنية في عمان الأردنية. تنضج وتتجدد التجربة السياسية للحزب وسيصبح الحال أفضل مع هذا التوجه الملهم. أحمد ربيع في تغريدة له بتويتر أكد أن الطرف الذي أشعل الحرب في اليمن هو المعني بوقفها. تزداد هذه الأيام دعوات إيقاف الحرب بينما هناك طرف معتدي ومهاجم وطرف يدافع، فالذي يجب أن توجه إليه تلك الدعوات أن يوقف الحرب ويجنح للسلام هو الحوثي وحده، لأنه من يقوم بهجومات واعتداءات في كل مناطق اليمن، وليس المطلوب من المدافع أن يتوقف وينتظر الميليشيات الموت حتى تداهمه. نزيف الحوثي في الجبهات عنوان تغريدة لوكيل وزارة العدل فيصل المجيدي في تويتر. الحوثي نزف في الجبهات، لم تعد الآليات التقليدية في الحشد عبر المشائخ والشخصيات الاجتماعية تجدي، الأمر الذي جعله يلجأ للمؤسسات التي احتلتها عناصره. حول مجلس القضاء والقيادات التعليمية والمساجد إلى مجرد أبواق له لحشد الأطفال لقتلهم في الجبهات وكذا لسرقة الأموال. تغريدة الصحفي عبدالله المنيفي تناولت حقيقة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن. بداية الانقلاب كان الحوثي يدعي أن القوى الوطنية تشكك في نواياه وعصابته الكهنوتية،
الحقيقة أنها لم تكن تشكك، بل كانت تعتقد يقينا أن العصابة الإمامية السلالية وخلفها مشروع خامنئي تحمل حقدا دفينا على الشعب اليمني، وأن اليمن لن يرى إلا شرا من وراء هذه الوجوه الكالحة. تغريدة يوسف القحمي في تويتر تطرقت إلى مسلسل التصفيات التي تطال المشايخ في محافظة عمران. بعد تلاشي مسلسل التصفيات لشهرين في محافظة عمران، ها هي تعود من جديد، حيث تم يوم أمس تصفية الشيخ سفيان مجاهد بن حيدر أحد مشايخ قبيلة سفيان، ونجل شقيق الشيخ فيصل بن حيدر المعين من الحوثيين محافظا للجوف في ظروف غامضة. القاضي عبد الله قطران في تغريدة بتويتر كتب عن صعوبة الحياة المعيشية في صنعاء بفعل سياسة التجويع الحوثية. حركة الحياة بالعاصمة صنعاء شبه معطلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغاز بالأسواق البيضاء الذي يديرها ويشرف عليها الحوثيين. منعوا سفن النفط المملوكة لقيادتهم المتاجرة بأقوات الشعب من دخل المشتقات النفطية لميناء الحديدة، فقاموا بالرد بمنع دخول النفط والغاز من البر فخنقوا الشعب. المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي في تغريدة بتويتر تكهن بدور عسكري مصري في اليمن دعما للتحالف. لا أستبعد دورا مصيريا عسكريا قريبا في اليمن، استنتاجا من اهتمام القاهرة بأمن باب المندب والبحر الأحمر، وكما جاء في ثنايا البيان السعودي المصري، واستنادا إلى الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس السيسي إلى الرياض وأبوظبي عقب استهداف الحوثي الأخيرة، ودعما للمجهود السعودي والإمارات. والمتبقي من الحلقة جولة في رسوم الكاريكاتور. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديث الصحافة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.